في جو وصف بالمسموم بين بعض أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التقى القادة بنيويورك لبحث الأوضاع في كل من غينيا ومالي. اجتماع سبقته انتقادات لاذعة للرئيس الحالي للمنظمة من السلطات الانتقالية في كلا البلدين. قادة مجموعة إكواس الاقتصادية وخلال اجتماعهم قرروا فرض عقوبات يتم تنفيذها على نحو تدريجي ضد السلطات الانتقالية وعدد من الشخصيات حتى تحديد موعد لعودة المدنيين إلى السلطة. رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر غاليو توراي كشف بعد القمة المغلقة عن فرض عقوبات على غينيا تضمنت في مجملها تعليق جميع المساعدات والمعاملات المالية لصالح غينيا من قبل المؤسسات المالية التابعة للمجموعة، كما تضمنت دعوة للسلطات الغينية لمباشرة فترة انتقالية معقولة في غضون شهر واحد بدءا من 22 سبتمبر تحت طائلة عقوبات أشد. عقوبات شدد القادة على ضرورة تنفيذها بدعم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الأخرى بغية إنجاح عملية الانتقال السياسي حسب الوثيقة المنشورة. وثيقة تضمنت كذلك عقوبات ضد السلطة الانتقالية في غينيا وقائمة بالأشخاص محل لائحة العقوبات. زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبعد أن أبدوا استنكارا شديدا لما وصفوه بالابتزاز الذي تمارسه السلطات الانتقالية المالية في قضية الجنود الإيفواريين الذين تحتجزهم باماكو، طلبوا بالإفراج عن هؤلاء الجنود البالغ عددهم 46 جنديا، وهو الأمر الذي لطالما ظل محل خلاف شرس بين البلدين، حيث تقرر حسب نص الوثيقة إفاد رؤساء غانا وطوغو وسنغال إلى مالي من أجل إطلاق سراحهم. ومنذ إنشائها تتخذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس قرارات صارمة فيما يخص الأزمات والحروب التي تواجه أي دولة عضو فيها.